أسس بيت النعمة كميل وأغنيس شحادة ليكون مأواً للسجناء في كنيسة السيدة للروم الملكيين الكاثوليك في حيفا إثر ترميمها عام 1982، ومنذ ذلك الحين أصبح البيت مأواً للسجناء والمهمشين. وفي عيد القديس أندرو الذي احتفلت به الكنيسة التي تحمل اسمه في القدس، أقيم معرض بعنوان كما أنا في 30 تشرين الثاني، يضم مجموعة من الصور التي التقطها 15 سجينا أطلق سراحهم. مشروع التصوير نبع من طلب منهن هني، عشان احنا كل فترة بنعمل ورشات عمل لحتى نطور الإمكانيات اللي عندهم ويشوفوا أنه هني ممكن يكونوا ناس عاديين حتى مع كل اللي سووه من قبل، وهذا كان حسب طلبهم. بالأول كان في شوي خوف من الوضع بما أنه لازم كان يصوروا حالا ويصوروا الأجواء اللي هني فيها، بس عملناها كمان طريقة علاجية اللي هني عبروا عن شو بحسوا وشو بمرقوا بحياتهم من خلال الكاميرا. لما الواحد من خلال عينه والعدسة بيقدر يعبر عن شغلة ممكن تطلع كتير معبرة وكتير قوية. والمعرض هو نتاج ورشة عمل لتصوير الفوتوغرافي بقيادة الصحفية والمصورة الألمانية أندريا كروغمان وبدعم من بيت النعمة. في البداية كانوا ممتنعين ومترددين في خوض هذه التجربة، لا سيما وأنها شيء جديد بالنسبة لهم. وخلال عملية التدريب عندما شرعنا بالتقاط الصور، أصبحوا مبتكرين ومتحمسين جدا في تجربة جديرة بالمشاهدة. هذه الصورة التي التقطها أحد المشاركين خلال المشروع تعكس من وجهة نظره ما يعنيه بيت النعمة بالنسبة إليه. وفي صورة أخرى يحصل إبراهيم أخيرا على غرفة مريحة تختلف عن غرف السجن التي قضى فيها 31 عاما. كنت محبوس 18 سنة. أنا كتير بهمني أني أنا أشارك وأعبر شوي أكلمة فيه عن شعوري، يعني من ناحيتي للناس اللي ساعدوني. هدول الناس عشت معاهم أنا بالبيت عندهم، أعطوني كتير أمان، كتير ثقة بنفسي، حسسوني أني أنا كمان أنا بني آدم، بطلع لي أعيش، بطلع لي أكون أنبسط من الحياة هذه الموجودة بالمجتمع زي ما كل الناس انبسطوا. أنا ما انخلقت، فهموني أني أنا ما انخلقت بس أتعذب وأروح أسجون وأستعمل سموم وأشرب خمور يعني تكون حياتي مبهدلة ومش كويسة. بطلع لي أكون بني آدم زي الكل وعيش زي الكل باحترام وكرامة وشرف ورافع راسي أكون بين الناس.